اعتبرت. زمن الجميل، ما فيش حاجة اسمها زمن جميل وزمن مش جميل، كل الأزمنة جميلة. احنا كل مشكلتنا دلوقتي ان احنا عايشين مرحلة في التاريخ، كمان 1000 سنة كمان 2000 سنة هيقولوا ان المصريين والعرب عاشوا فترة صعبة من حياتهم، بس عمرها ما كانت زمن حلو وزمن وحش. احنا برضو هنسترد الزمن الحلو. يعني الزمن الحلو زمن الطيبة، زمن الناس الكويسة، زمن الناس اللي بينها وبين بعض مصالحة مش خناقة. لازم نرجع كلنا لنفس مش هسميها الثقافة المصرية، الوعي المصري الأصيل. لازم نرجع نصطلح مع بعض كلنا. موافقين؟ فبرت أقوى موقع فني في مصر.